بابا نويل أو سانتا كلوز هو شخصية خرافية مرتبطة بالكريسماس ومشهور في قصص الأطفال، واللي بتحكي قصة راجل عجوز عايش في القطب الشمالي مع مراته ومجموعة من الأقزام اللي بيعملوا له هدايا عيد الميلاد، وياخدها على الزلاجة السحرية اللي بتجرها الغزلان ويوزعها على الأطفال بالليل من المداخن بتاعة البيوت أو الشبابيك المفتوحة أو شقوق الأبواب الصغيرة. وعلى الرغم من أن القصة من وحي الخيال، إلا أن سانتا كلوز شخصية حقيقية، وكان اسمه الحقيقي القديس نيكولاس اللي كان أسقف مورا بأسيا الصغرى في القرن الرابع الميلادي. اتولد القديس نيكولاس سنة 270 ميلادية في مدينة مورا، ومن سن 5 سنين بدأ يتعلم العلوم الكنسية وكان شاطر فيها، وتوفى أبوه وأمه وهو شاب وورث عنهم ثروة كبيرة جدا، وقرر أنه يتبرع بكل الثروة دي لأعمال الخير والرحمة. وبدأ فعلا القديس نيكولاس يوزع الأكل واللبس والهدايا على عائلات الفقيرة في إقليم ميبرا في أسيا الصغرى، وكان بيعمل ده دايما في وقت عيد الميلاد من غير ما يعرفهم شخصيته الحقيقية. أما قصة بابا نويل فبدأت سنة 1823 لما كتب الشاعر الأمريكي كلارك موريس القصيدة المشهورة The Night Before Christmas أو الليلة السابقة لعيد الميلاد، واللي كانت مستوحاة من قصة القديس نيكولاس. وهيفضل بابا نويل حلم بنستناه كل ليلة رأس السنة عشان ناخد منه الهدية،